بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حديثنا عن الصوم. الصوم في اللغة الإمساك. قال ربنا حاكيا عن مريم: فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الحمد لله إن الإمساك مش عن الكلام، ولا كانت الناس تحصل لها مشكلة. التعريف الصوم الفقهي في الركنين: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وذلك بنية التقرب إلى الله. يبقى دول ركنين: إمساك ونية. فضله يكفي الحديث: الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجزي به، سبحانه وتعالى: وأنا أجزي به. يعني الصائم لا يخالطه رياء، وبيكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويكفي في فضائل الصوم أن صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة، يوم واحد. تخيل رمضان بقى وصيام النوافل، وده محمول طبعا على الإنسان ما يكونش بيتعب من الصوم، ما يكونش بيتعب من الصوم. أقسامه يعني اللي بيتعب الأفضل إنه ما بيصوم طبعا، تطوع طبعا، وحتى الفرد طبعا اذا كان بيشق عليه مشقه كبيره، يعني او ان كان مريض، او مريض هينيجي الحاجات دي كلها. بينقسم الصوم الى مفروض ومسنون ومستحب ومكروه وحرام. المفروض رمضان، نعم. او نذرت ان اصوم ايام محدده اوجبته على نفسي. الصوم المسنون المستحب اي يوم غير شهر رمضان، الا ايام عيد الفطر وعيد الاضحى والثلاثه اللي بعديه اللي بتسمى ايام التشريق. صيام يوم الفطر ويوم عيد الاضحى وايام التشريق حرام، إلا عند الشافعي: 3 أيام تشريق يجوز صيامهم لمن أخطأ في الحج وليس معه مال، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. الصوم المكروه اللي هو يوم الشك، اليوم 30. صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فرض في شعبان في السنة الثانية، فضله كبير جدا. يكفي هذا الحديث: قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب الجحيم، تغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أي حرم الخير كله. وفي 3 أحاديث رواهم أبو هريرة، البدايات زي بعضها إلا في كلمات بسيطة، والنهايات زي بعضها: من صام، من قام، من قام ليلة القدر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. 3 أحاديث. الترهيب من الفطر لازم نعرف أمرين: 1، أفطر عمدا. قبل ما يفطر بنقول له: من أفطر يوما في رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه. يعني خد بالك، لو عملت العمل ده مش هيتغفر لك، ده قبل قبل ما يفطر. طب لو فطر وتعمد الفطر، نغلق باب الرحمة والتوبة، نقول له توب وصوم يوم واحد مكانه واستغفر ولا تعود. بما يضبط شهر رمضان عندنا مشكلة الأهلة والحساب، والحساب الآن أضبط بكتير جدا يعني، وإحنا بناخد به. من يجب عليه الصوم؟ مسلم عاقل بالغ قادر عليه من غير مشقة. طب والأطفال؟ يتدربوا على الصوم. الربيعة بنت معاذ بتقول: كنا نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، الصوف يعني، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. يعني أعطيناه هذا الصوف يتلهى به حتى يحين موضع الإفطار. أظن كان في أخ حكى لي أن في أخت كانت مسافرة معها أولاد، وبتسأل الطبيبة نعمل إيه، فقالت لها: خدي معاكي كم لعبة كده، لأن العيل بعد ساعتين بيزهق من لعبة وبيمسك في لعبة تانية. فقلت لهم: الربيع بنت معاوية عملت الكلام ده من 1400 سنة، بس مش عشان السفر، عشان سفر الآخرة مش سفر الدنيا بس. أركان الصوم 2، قلنا النية، وده قسم مشترك من كل العبادات، وده بيجمعه قبل قبل الفجر. والسؤال هو: في حد بيقوم يأكل الساعة 4 الفجر يعني في غير رمضان؟ إلا واحد طفص يعني، بس يعني غير كده لأ، بيبقى الأمر عادي يعني. فأنا أعتقد السحور نية، القيام للسحور نية.
اتنين الامساك عن سائر المفطرات، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. السنن السحور، قال تسحروا فان في السحور بركه. ايه البركه؟ لانه بيقوم مقام وجبه الافطار، فبيدي فيه القدره على الايه، على العمل. طب قد ايه الفتره؟ زيد بن ثابت يقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه، قلت فكم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية، يعني حوالي تلت ساعة. تعجيل الفطر مهم جدا. طبعا السحور ممكن ينفع بتمرة، ينفع بشربة ماء، بجرعة لبن، يكفي يعني، مش شرط لازم يأكل. لا لا، مع الله أكبر، مع الله أكبر. إذا كان شيء في بقك تخرجيه، إذا ما كان شيء خلاص. ممكن ولا قبل النوم، لكن الأفضل يأخره عشان خاطر يبقى القدرة. تعجيل الفطر، قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. الإفطار، إذا أفطر الواحد فينا بيفطر زي ما النبي كان بيفطر، كان بيفطر على الرطب، ما فيش رطب يبقى التمر اللي هو الجاف، ما فيش يبقى الماء. طيب ليه الرطب والتمر؟ لأن فيها سكريات بتمتص سريعا في المعدة، والواحد منصوم بتضعف بصره، بيضعف البصر، فده بينشطه على طول، بيعيده لحيويته. طب ما فيش التمر، ما فيش الرطب ولا التمر، يعمل ايه؟ يشرب الماء. الماء ليه؟ لان المعده ملاصقه للكبد، والكبد حصل له يبوسه من الصوم، فبيحصل له رطوبه من الايه، من المعده، من المعده، وله حكم كثيره جدا يعني. طيب عاده الناس بيفطروا بتمر وبعدين يصلوا وبعدين ياكلوا. طب واحد ما بيطقش يعني، وعنده اكله يعني كان بيشتهيها وبيتمناها ومش عارف ايه والكلام ده، اصلا المشغول لا يشغل، الله اكبر، ويبقى عايش مع المنسف والمقلوبه. لا، ما انزل الاول في الحله وبعد كده اطلع اتوضى وصلي المغرب. صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابداوا به قبل صلاه المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم اي طعامكم. وعشان تكونوا عارفين بس، المغرب اسمه العشاء الاولى، والعشاء اسمه العشاء الاخر. يستحب التقليل من الطعام. قال صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن الصلبة، إن كان لا محالة فاعلة، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. ليه؟ الأكل الزايد بيعمل خمول. تخيلي المعدة اتملت فعايزة إسعافات، المخ يدي أوردر دم يروح هناك، فلما الدم يروح هناك يقل في المخ شوية، وبالتالي يبدأ بقى إيه، يتاوب ويتنحنح للشيخ، خلصنا يا عم في إيه يعني، شوية يجي يشوطه خلص عشان نمشي ونروح. فلازم يبقى الواحد ايه، عنده خفة كده عشان يقدر يصلي يعني. يستحب الدعاء عند الافطار والثناء على الله بما هو اهله. كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وكان يقول عبد الله بن عمر اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. والكلام اللي انتم حافظينه، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر عندك يا ربي ان شاء الله. اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم. اللي بياخد علمه من الفيسبوك والواتساب لا يلومن الا نفسه. يستنى لمن افطر عند الناس يدعي لهم، افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم وذكركم الله في من عنده، عشان يحصل لهم البركه. يستنى الاكثر من الصدقه مع الناس. صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس في حديث ابن عباس، وكان اجود ما يكون في رمضان، وحين القاه جبريل في كل ليله درس القران. وطبعا نعزم الناس ونفطر الناس. احنا للاسف بنعزم اصحاب المقامات، المفروض نعزم الناس البسطاء، هذا افضل بكتير جدا من اصحاب المقامات. نعم، من فطر صائما على طعام وشراب من حل صلت عليه الملائكه في ساعات شهر النهار وصلى عليه جبريل ليله القدر. يسن المسلم ان يواظب على صلاه التراويح، واحنا تكلمنا عنها قبل ذلك يعني. ينبغي على الصائم أن يكف جوارحه، سمعه وبصره، عن كل ما يحرم. صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. هذا أمر مهم جدا يعني، وحتى لو تعرض إلى ذلك يبتعد عنه، لأن أصلا مركب الصيام توصل للتقوى، مش كده؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. فهي مركب، مركب يوصل الإنسان إلى الإيه؟ إلى التقوى.
الا التقوى. معلش ثانيه واحده احط التشارج ده. ما يباح للصائم. ممكن يصبح جنب؟ آه يصبح جنب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، يعني الصبح يأذن يقوم يغتسل صلى الله عليه وسلم ويصلي. يجوز للصائم في نهار رمضان أنه يتمضمض ويستنشق من غير مبالغة، يجوز أن يأخذ شاور، يجوز أن يضع على رأسه الماء كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم من شدة الحر. يجوز للصائم استعمال السواك في طول نهار رمضان بشرط أن اللي يتحلل منه يطلعه، وبناء عليه كذلك الايه فرشاة المعجون. يباح للصائم القبلة اذا كان يملك اربه، يعني يستطيع ان يملك اربه، كان النبي يفعل ذلك مع زوجاته وكان املك الناس لاربه. ما يكره. يتطعم الشيء بدون لازمه، لكن طباخ شغال في مطعم وواحده متجوزه راجل نكد فعايز الاكل موزون، او او أو زوجة متجوزة واحد بيطبخ لها في البيت وخايف منها، يعني عشان يبقى فيه عدل في الكلام، يعني ما احنا في أمريكا، أمريكا شيكابيكا، ففي مشكلة. إذا كان للضرورة يجوز. قال ابن عباس لا بأس أن يطعم الصائم الشيء، لكن بشرط أنه يمجه ويخرجه. ما احنا قلنا الكلام ده. يكره للصائم مضغ العلك، العلك اللي هو اللبان ده اللي من غير طعم، يعني فوس الحاجات المصريه دي والحاجات دي اسمه العلك يعني. بس ام حبيبه قالت لا يجوز. ليه لا يجوز؟ لا يمضغ العلك الصائم. قالت حبيبه وده افضل. قال علي كرم الله وجهه اياك وما يسبق القلوب الى انكاره ويكون منك اعتذاره. اي انسان هيشوفني وانا بعمل هيقول مفطر، وأبدأ أبرر له بقى أصلاً ما. لا لا لا. ما يفسد الصوم، قسم بيفسده وبيوجب القضاء فقط 8 أشياء، وقسم بيوجب القضاء دون الكفارة الذي يوجب القضاء دون الكفارة 9 أشياء، وقسم يفسده ويوجب القضاء والكفارة معاً وهو واحد بس. الأكل والشرب عمداً يبقى من نسى لا شيء فيه، إنما أطعمه الله وسقاه. طب تعمد يبقى عليه القضاء وبيمسك الحرمة اليوم. وصول ما لا نفع فيه إلى البدن، يعني بلع حاجة كده كذلك عليه الإيه؟ عليه بيمسك وعليه الصيام. تعمد القيء، من ذرعه القيء إلى شيء عليه، ومن استقاء حط صبعه كده وطلع، وغالبا بيطلع ويرجع فعليه القضاء. الحيض والنفاس حتى لو قبل دقيقة واحدة من المغرب، هذا بلاء يعني. الاستمناء سواء بطول النظر أو بالتذكر، التذكر كل ده كذلك إيه يعني بيفسد الإيه الصوم. الاحتلام في نهار رمضان ما بيفسدش الصوم ولا حاجة، مش كده؟ الاحتلام لا شيء فيه. نية الفطر وإن لم يفطر، دخل كده لقى مراته عاملة أكلة كويسة بيحبها، وبدأ دماغه يشتغل ونوى حتى وإن لم يأكل، حتى وإن لم يأكل بيمسك طبعا وعليه القضاء. توال مفطر مع ظن المبيح، الدنيا غيمت كده ظن المغرب أذن رح رايح طاخ، بعد شوية رح مأذن الله أكبر الله أكبر عليك يوم عليك يوم على طول. هذا كله قضاء يوم. ما يفسد الصوم معاه القضاء والكفارة حاجة واحدة اللي هو الجماع متعمدا في نهار رمضان. الجماع متعمد في نهار رمضان لأن في ناس ممكن يجمع الناس، ممكن أول يوم في رمضان يا جماعة لو واحد متعود يقوم من النوم يروح يسخن القهوة ولا يعمل القهوة بيطلع من هناك بعد ما يصلي يطلع على المطبخ على طول، وطبيعي يعني. فإن فعل ذلك ناسيا خلاص يعني لو شرب ما شاء الله، هذا طعمة من الله سبحانه وتعالى.
الراجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم في قصته المشهورة ده وقال له يا رسول الله وقعت على امرأتي في رمضان، قال له عندك ما تعتق بين الرقبة؟ قال له لا. تستطيع تصوم شهرين؟ قال له اعمل فيها كده الصيام. طب عندك ما تطعم بستة مسكين؟ قال له والله يا رسول الله ما عندي. قال له اجلس. راح النبي جاب له عرق من التمر يعني حوالي 15 صاع كده، وقال له تصدق بها هذا على فقراء المدينة. قال له يا رسول الله لا يوجد أفقر مني، أنا أفقر واحد في البلد، ما بين لبتيها لا يوجد من هو أفقر مني ولا أحوج مني إليه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجزه يعني دراسة الحكمة، وقال ذا فأطعمه لأهلك، أما ناسيا فلا شيء فيه. طيب هل على المرأة شيء؟ إن أكرهها لا شيء علي، إن أكرهها لا شيء علي، لكن إن جاوبته في هذا الأمر يبقى كل واحد منهم عليه كفارة، كل منهم. ما لا يفسد الصمع للراجح؟ الحقنة، لأنها مش منفذ معتاد، والأطرة لا تفسد، والكحل لا يفسد. طيب قضاء رمضان بيقضي في أي يوم من الأيام مش كذا؟ بالعدد، بالعدد مش بالهلال. يعني مثلا جيت أصوم في شهر إيه؟ في شهر رجب رمضان الماضي، رمضان الماضي كان 30 يوم ورجب ده 29 يوم، يبقى هضل عليها يوم. طيب كفرت الصوم عتق رقبة مؤمنة سليمة، صيام شهرين متتابعين اللي احنا اتكلمنا عنه في موضوع والنوع الثالث 65 مسكين. طب هل تسقط الكفارة؟ إذا عجز. وبعض العلماء قالوا لا، بتظل في ذمته، إن أعطاه الله عليه أن يخرجها. طب هل تتعدد الكفارات؟ لا. شوافع، لا يبقى شوافع، عند الشوافع لا تتعدد الكفارات. الأعذار المبيحة للفطر، المرض، الأعذار المبيحة للفطر، المرض، والمرض ده شديد، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومش سفر لعب زي ما كانوا بيفتوا الناس هنا في أمريكا، خد السيارة مشي بيها 60-70 ميل وارجع افطري، هذا يعني حيل ونصب. لكن واحد غلب عليه أنه ممكن يهلك، قالوا لا تلقوا بأيديكم ولا تلقوا. ده احنا بنتعجب من أبائنا وأمهاتنا اللي عندهم يعني ما الله بي عليم من الأمراض، ويبقى الواحد منهم يعني خلاص قلمه يتوفاه الله ومصر على الصوم، مش عارف إيه اللي حصل عند الناس. يعني السفر المبيح اللي بتقصر فيه الصلاة، إن كان السفر لا يضره يبقى فإن تصوموا خير لكم، طبعا إذا كان لا يضره تصوموا خير لكم. طب متى يجوز بقى المسافر الفطر؟ ساعة ما بيشرع في الصوم، ساعة ما يطلع من بيته، لأنه ممكن تحصل البلان بتاعه يتغير ويقعد ما يسافرش، لازم يكون طلع. الحمل والرضاع، إن خافت على نفسها أو ولدها، في الحديث إن الله تعالى وضع على المسافر شطر الصلاة، على المسافر والحامل والمرضع الصوم، واختلفوا فيها، لكن نبغوا برأي ابن عباس عليها القضاء، فإن لم تستطع عليها الفدية، ولا أجمع عليها القضاء والفدية زي ما قال غير، لكن هذا رأي ابن عباس. كبر السن، كبير في السن جدا وما يستطيع، خلاص يطلع عن كل يوم، يطعم عن كل يوم وجبتين، يعني بيقدروا بكام على الإنناوت؟ إنناوت بكام الوجبة؟ حوالي 7.5، يعني يقولي $15 في اليوم. المجاهد، لأن الجهاد الصوم بيضعفه، وربنا قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طب ماتوا عليه قضاء الصوم، هل بقى يطلعوا يصوموا ولا يفضوا عنه؟ خلاف بين هذا وذاك. طبعا إذا كان المرض بتاعه متصل بإيه؟ بالموت. لكن من عاش بعد زوال العذر أياما أقل من الأيام التي أفطر فيها لزمه القضاء. في أيام بينها عن الصيام فيها الفطر، الأضحى، وأيام التشريق، صيام يوم الجمعة منفرد، صيام يوم الشك، وهذا مسألة خلافية، السبت منفرد، صوم المرأة وزوجها حاضر. ودي لها قصة، صفوان بن المعطل كان عنده مشكلة،
كان بينام بطريقة شديدة جدا اللي اتهموه في عائشة في حديث في الإفك. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخليه في آخر الجيش ينام براحته، لأن لو جي جنبه ترين عدى جنبه ما بيصحاش. وهم كان عيلتهم كده، كان الظاهر كان مرض، حتى يقول له تعالى يا رسول الله قوم قوم فينا نوم، كأنه في مرض. وكان لما يقوم من النوم بقى يمشي يتبع الجيش، اللي وقع منه سيف، اللي وقع منه درع، اللي وقع. فقابل عائشة فأخذها، وما زاد إلا قال لا حول ولا قوة إلا بالله بس، ولم ينظر إليها وركبها وأناخ الجمل ركبت ومشى هو. ده اللي عمله. طلع المنافق عليه القصة بتاعت الإفك عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن صفوان. راحت مرات صفوان تشتكي للنبي شكوى سيئة جدا على جوزها، قالت له يا رسول الله زوجي يفطرني إذا صمت ويضربني إذا صليت ولا يصلي الفجر إلا بعد شروق الشمس. شوفي على طول تولعوا فيه يعني. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه بقى، عمل حاجة تانية خالص. صلى الله عليه وسلم استدعاه، قال له بتفطرها؟ قال له آه. قال له يا رسول الله تعرف أنني لا أطيق بعدا عن النساء، وقد قلت لها لا تصومي وأنا شاهد وأنا حاضر. تصيام التطوع. اثنين، عندي من الأولاد والبيت كبير وأولاد عايزين الخدمة، وقلت لها إذا صليت النوافل فاقصري. صاحبتنا بتصلي بالبقرة ما شاء الله عليها يعني، وبتسيب البيت يضرب يقلب. فنهيتها مرات متعددة، فلما لم تسمع ضربتها، مش ضرب ضرب يعني، زي ضرب زجري كده. وأقوم لصلاة الفجر بعد شروق الشمس، تعرف يا رسول الله أن قوم فينا نوم. فأجازه رسول الله له. بعض العلماء قالوا له هو فقط، قبل منه هو، وبعضهم قالوا لا قياسا على إيه، على هذه الحالة. صوم الضيف بغير إذن المضيف، يعني مسألة خلافية. الوصال في الصوم، صوم يومين فأكثر بلا فطر بينهما قصدا، والصحابة لما شافوا النبي كان بيعمل كده وقال لهم إياكم والوصال، قالوا أنت بتواصل وأنت القدوة، عايزين نعمل زيك. قال لهم إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. أنتم أنتم زيي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. صيام التطوع اللي هم اللي بيسموها العامة أيام البيض، ستة أيام من شوال، أيام البيض اللي هم 13 14 15، إنما ستة من شوال دي حاجة تانية. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الظهر يوم عرفة لما فيه من الأجر، يكفر سنة قادمة وسنة سنتين، صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، يكفر سنة ماضية. صوم الاثنين والخميس كان النبي يتحراهم لأنهم بيرفع فيهم الأعمال، ويحب أن يرفع عمله وهو إيه صائم. صوم ثلاث أيام من كل شهر. العلماء بقى قالوا فيهم اللي هم 13 14 و15 سموهم الأيام البيض، والملكية قال لك في وليكن المحرم صفر ربيع أول، في العشر الأوائل في المحرم يصوم ثلاث أيام عند الملكية، في صفر في العشرة من 10 ل 20 يصوم ثلاث أيام، في ربيع يصوم من 20 ل 30 ثلاث أيام عشان يبقى استكمل الايه الثلاث عشرات في الايه ثلاث أثاث في الشهر. الصوم لكسر الشهوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة النفقة فليتزوج، القدرة على الجماع والنفقة وكله والنفقة على الزوجة، فإنه غض للبصر وأحصل الفرج، ولم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني بيحد من الرغبة هذه، لكن مش هو لوحده، لازم فيه أشياء كثيرة جدا، القرب من ربنا، اللعب الرياضة، المحافظة على الوضوء، البعد عن المؤثرات، ما يجلس لوحده، أشياء كثيرة جدا. ثواب من فطر صائما، فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء. واحد تطوع وأفطر، النبي قال للمتطوع أمير نفسه، فإن شئت فصومي وإن شئت فافطري. لكن بعض أهل العلم قالوا يستحب لمن أفطر من صيام التطوع أن يقضي ما أفطر، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو أصحابه، فلما وضع الطعام يعني قال رجل أنا صائم، فقال له صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم يوما مكانه إن شئت، إن شئت يبقى مستحب، إن شئت.
الاجتهاد في آخر رمضان طبعا معروف، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجتهد في ذلك ويشد عليه المئزر، كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله، شد المئزر كناية على أنه لا يأتي إيه، لا يأتي نساءه. ليلة القدر أعظم الليالي، خير من ألف شهر. بيستحب فيها طبعا أن الإنسان يجتهد فيها في العشر الوتر الأواخر. ابن مسعود كان بيقول في السنة كلها عشان عايز الأمة تجتهد طول عمرها رضي الله عنه وأرضاه. بعضهم قالوا في شهر رمضان كله، بعضهم، وبعضهم قالوا في العشر الأواخر فقط. اختلفوا في تعيينها بقى 11 اللي تعرف الأيام الوترية يعني، واللي بيتحرى في 27 بعض الناس يعني، بس هي مش 27 يعني. وأحب الدعاء فيها اللهم إنك عفو. والعفو أصله يقولوا عفة الريح، أثر الإيه، أثر الخطى. لما الواحد مشي على البلاط كده وجايب مروحة بهوى شديد يضرب المكان ده، مكان فالذنب نفسه بيتمسح، مش كده؟ وربنا بينسي الملائكة الحافظين نسيهم ربنا سبحانه وتعالى. قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من السنن في رمضان الاعتكاف، لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مستحب، سنة مؤكدة في العشر الأواخر، مش كده؟ ومستحب في غيرها. في الحديث من نذر أن يعتكف يوم أو أكثر يعتكف. سيدنا عمر قال له رسول الله إن نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. يعتكف إيه؟ ليلة. يبقى الصيام في الاعتكاف ليس شرطا. هو في حد بيصوم بالليل؟ طيب خلاص، يبقى ليس شرطا، ما قالش أعتكف يوم. طيب عبادة جليلة طبعا، دي عبارة عن إيه؟ انتوا عارفين الفكاشة اللي انتوا بتعملوه ده، بس ده بقى بيقرب الى الله سبحانه وتعالى، بيرمي الدنيا كلها وراه ويقعد في الجامعة، بينقطع للعبادة. الاسلام شروطه ان يكون مسلم مميز، عشان الصغير مش هيعرف، الطهارة الكبرى من الجنب والحائض والنفساء، المسجد الجامع لان مسجد البيت ما بينفعش حتى لا تفوتوا حضور صلاة الجماعة. الصوم مستحبات، شروط الصحة أنا طبعا قلنا فيها كلام موضوع الصوم هذا. ترك المباشرة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن الزوج، فلا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، ويكون في مكان طبعا مخصص للمرأة حتى يعني لا تهان، خاصة في عصرنا هذا. مدة الاعتكاف أقله المدة عشان تسمى، فيه اختلفوا فيه، الملكية قالوا أقل يوم وليلة، الشافعي قالوا لحظة، لو دخلت من الباب ده هو بسم الله بنية الاعتكاف وعديت الباب اللي هناك وقلت سبحان الله إن كتب لك اعتكاف مع الذكر. مستحباته أصلا الاعتكاف فات اللي احنا بنعملها في بلاد من التسعينات كلها اعتكافات دعوية، اعتكافات دعوية. الأصل أن الواحد ينقطع عن كلام الناس ويقبل على القرآن والذكر، هذا مستحب. مفسدات الجماع بالليل أو بالنهار، إنزال المني في اليقظة بالتقبيل أو لمس، الأكل والشرب في نهار رمضان، الحيض والنفاس، نية الخروج من المسجد على المشروع عند الحنابلة، عند غيرهم يجوز الخروج لحاجته لعمله ثم ينوي الإيه العودة، ويبطل الخروج من المسجد بلا عذر. يعني لو طلع قاعد على البتاع المصاطب اللي برا دي بدون عذر بيبطل. الأعذار التي تبيع الخروج، أعذار طبيعية زي البول والغائط لأنهم كانوا بيعملوا الحمامات خارج المسجد، أعذار شرعية زي مسجد الحرام كده، مسجد الحرام، أعذار شرعية كالخروج إلى صلاة الجمعة إذا لم يكن المسجد ما تقام فيه الصلاة، أعذار اضطرارية زي إطفاء حريق أو غريق أو ما إلى ذلك. وجاوز بعض الفقهاء يذهب لجنازة المريض، شهادة عانت عليه إذا كان غير منظور. قضاء الاعتكاف، من شرع في الاعتكاف تطوعا ثم قطعه بغير عذر، هل يستحب له القضاء؟ استحب له ذلك. والجمهور قال يجب عليه القضاء وهو الأصح، جمهور من الفقهاء، والله أعلم.